صباح الخير عائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو، غتشوفوني لابسه نفس البيجاما اللي ساليت لكم بها الفيديو اللي فات، حيت ساليت لكم الفيديو كانت طريق طويله ديال اوريكا راكم عارفين. شاركت معكم كل شيء نهاري كيفاش داز، ودابا مشيت ارتحت شويه، قلت لكم صبحت عيانه ومع العيا ديال السفر صراحه ما كان فيا ما يدير. شفتوا معايا في الفيديو اللي فات عبدو اللي وجد الفطور، ودابا قال لي غير سيري ارتحي شويه لانني ما نكذبش عليكم البارح في الطريق رديت والمعده ديالي ما عرفتش لكم حسيت بها غير طرطق العافيه شاعله فيها، وتخلعت شويه في الطريق مع داكشي اللي عاودت لكم في الفيديو اللي فات. الحمد لله اللي وصلنا على خير وبخير، وقلت نبدا معكم دابا الفيديو. ارتحيت واحد نص ساعه وصافي ما قدرتش، والله ما قدرت. الدار حالتها انا خليتها نقيه، ولكن غير من البارح اليوم بقينا كنحطو هنا 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 هنا، الدنيا ترونت. البنات هذوك المخاد ما رجعتهمش، واحد البنت قالت لي واش الصالون عندك هكا ما فيش المخاد؟ لا راه البنات اللي متبعيني راه عارفين المخاد ديالي كانوا في الصفر، غير مني خملت في العيد ما رجعتهمش، لانني غنبدل الصالون ان شاء الله ونشارك معكم جميع التفاصيل. كنتسنى غير درب عمر يحلو حيت كيسدو واحد المده مورا العيد، وغنمشي وغنشارك معكم كل شيء. وصعابي باش تركبوه، ما عرفتش باش نركب دوك المخاد الجوايات ديالهم الصراحه صعابين بزاف، وانا باغا نحيدهم يعني قريبا، قلت ما كاين لاش نضرب معاهم تماره. هادشي اللي كاين. المهم عبدو غيصاوب لنا الغدا، غيشارك معكم الغدا اللحم بالبرقوق، هو اللي قال لي خليني نصوبو، باغي نصورو. قلت صافي ماشي مشكل، قال لي انت غير ارتاحي وكاين والله ما قديت. قلت غنوض ندير داك على الدار هي الاولى، ندير الحوايج اللي خصهم يتصبنو، ندوز لاسبيغاتور ونسيق الدار. المهم راكم عارفين الدار خليتها نقيه قبل ما نمشي، راه باقي الجليج نقي وكلشي ولكن شويه الغبره. وهادشي اللي كاين. المهم خليكم معايا في هذا الفلوق ديال اليوم، وفي العشيه غنمشي نقاد الضفيرات. كنت هازه هاد الفيرني ونتفكر واحد البنت قالت لي شنو لا ريفيرونس، صراحه هاد لا مارك ما عرفتهاش، جاتني كادو، راني شاركتها معكم في الفيديو ديال التحضيرات. انا غنقلب الكاميرا ونوريها لك اختي. بالنسبه للفيرني هي هادي، انا ما عرفتش هاد لا مارك حيت جاتني كادو او بي اي. ها هي الا عرفتيها، ها لا ريفيرونس ديالها. سمعتوا الموسيقى؟ راه ماشي عندي، عند الجيران، الجيران محيحين كل شيء عزيز علي الشعبي. كيف ما قلت لكم البنات راني جمعت الدار يعني وقاديت كل شيء قبل ما نمشي، ولكن ضروري من الغبره كتلقى كل شيء مغبر، وحيت كاين اليكس في الدار حتى هو مسكين خليت لي يعني الشراجم محلولين هكا باش يتنفس، كنخاف ويتخنق. صافي عمرت لا ماشين حتى هي هكا بالمعنات اللي خدمنا بهم، غنخدمها نحيدها عليا. والصابون البنات عرفتوا الصابون ما كيتقاداش، كتحيدي قبل من الصفر ومني كترجعي، مهم ضروري. الحمد لله على كل حال هنا درت الصبينه ديال الابيض هي الاولى، وباقي عندي ثاني حوايج وحدين اخرين غنزيدهم من بعد. الناس اللي كيسولوا على اليكس، ها هو الحمد لله لقيناه بخير وعلى خير. ماما راه كانت كتجي عنده كل نهار والزين والفنون يا اختي، كيسولوا عليك الناس والفنون. بعقله بعقله ما شاء الله، شوف 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 عرفتو مسكين، جينا لقيناه موحشنا بزاف بزاف من الباب كيجي مياو مياو. الزين والزين والفنون 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 والفنون. انتما قالت حدايا. المهم شوفوا الروينه، عندي الحوايج ليها في الارض وعندي الحوايج هنا. البارح ملي جيت صراحه جيت عيانه ما قدرت نصوب حتى شي حاجه، لقيتوني جبت الحوايج باش نرجعهم. هادو كانوا عندي تمام مصبنين، خلطت كل شيء غنجمع هذا الشيء كارطاب الحوايج كيف ما قلت لكم. شوفوا ديك الصنداله فين مخشيه ليها. المهم غنقاد بيت النعاس لانه حالته. جمعت كل شيء هنا يلا جبتهم غير دابا في الصباح، البارح ما قدرت ندير والو. هانتوما بدل البلاصه باش فوق الحوايج والفن والزين. خليك ليلي تحشينا تحسينا، ها تحسينا عرفتو مسكين داخ كيجي عندي كيمشي عند عبدو، توحشنا بزاف عند امير والحبيب والبيض والفنون. ماما مسكينه راه كانت كتجي تقابلو وكانت كتبقى معاه واحد المده عاد كتمشي. ساليت واخيرا ساليت وتساليت. المهم بقيت جالسه دابا في الارض، درت دور شعري جمعته هكا الفوق حيت غندخل ندوش. المهم جمعت الدار كلها بيت النعاس توا، باقي ليا الحوايج هنايا وباقي ليا حوايج في الشبكه، غنرجع كلشي ولكن حتى ندوش صافي مابقيتش قادره عرفتو صافي الصهد. قلت خصني ندوش هو الاول، غنمشي نبريباري الماسك اللي غنصاوب، القوماج غندير داك اللي شاركت معكم ديال الاتاي
اولا الشاي الاخضر وصافي. غندخل ندوج عاد نرجع لكم باش نلبس حوايجي نتغدى ونخرج باش نمشي نشارك معكم سفيان سيرينا فين كاينين الكسيوات ونشارك معكم حتى كيفاش نكمل نهاري. باغا نمشي نحيد هاد الفيرني كيف ما قلت لكم ونصوب بيديكور رجلي ولا وحالتهم بحال نشفوا ليا شعري تا هو نشف ليا في الجو ديال مراكش وندوش ونرجع لكم. هاد الوصفه البنات بقاو عاقلين عليها هاد الصيف غتنفعكم بزاف. عندي بطاطا نص بطاطا صغيره محكوكه اللي غسلتها ما قشرتها ما والو غسلتها مزيان هذوك لي برودوي اللي كيديروا ليها والتراب وكلشي ونص خيز زويت هي مغسوله مزيان محكوكه. شنو غندير غناخذ الماء ديالهم بهاد الصفايه. نتوما بغيتو ديروا زيف ديال حياتي اولا شي طرف ديال بونسمون اولا كومبريس ديرو. انا غندير غير الصفايه قاضي الغرض. وغناخذ معلقه صغيره ديال النيدو اولا حليب مجفف ومعلقه صغيره ديال مايزينا اولا نشا. الى عندكم ترخيه ديروا نفس الطريقه الماء ديالو رائع. البطاطا كتحارب لينا حروق الشمس والبقع وخيزو كيعطينا النضاره وكيحمي لنا البشره يعني المكونات مزيانه خصوصا في هذا الصيف. وبطبيعه الحال النيدو ونشا راهم كيتعتبروا مفتاحين كيغذيو لنا البشره. اول حاجه غنديرها شنو غندير غنصفي هاد البطاطا باش ناخذ الماء ديالها هي وخيزو واحد جوج معالق هكا كبار كافينا. شفتوا البنات هانتوما مكونات بسيطه كاينه في كل دار والمنافع ديالها راه كثيره. غنضيف واحد المعلقه هكا ديال النشا معلقه صغيره ومعلقه ديال النيدو ونخلط كلشي. الا جاني خفيف نزيد شويه النشا ولا نيدو والا جاني ثقيل نزيد شويه الماء ديال الخيزو اولا ديال البطاطا وحتى اليدين ما تنساوهمش. هنا البنات انا راني دوشت ودرت الجيل نيتوايو يعني نظفت البشره ديالي. ديجا راه كيبان فيك الدور كتشوفوا. انا نورمالمون كيف ما قلت لكم القماش كندير هادشي في الدوش باش صافي كندخل نوبه وحده ولكن باش نشارك معكم نتوما خليته حتى لمورا الدوش باش نشارك معكم لي ديتاي كاملين. نظفوا البشره ديالكم باي غاسول عندكم اولا جيل نيتوايو هو الاول باش هكا القماش والماسك حتى هو كيعطي المفعول. قوميت الوجه ديالي عنقي واليدين حتى هما ما نساهمش لان كلشي تشوط. الحمد لله دوزنا وقيته زوينه وتبرونزينا وتشوطنا ما كاين باس المورال طالع. ايوا دابا نرجعوا للدار كلشي موجود خاصنا غير الرغبه ونوضوا نحيدوا العكز. صافي قوميت كلشي ودابا غنابليكي الماسك على عنقي حتى هو كيف ما شفتوا عاود غنعاود ندوش اكيد على قبلكم. وابليكيته في يدي حتى هو غنخليه حتى ينشف نخلي واحد المده وعاد ندوز باش نغسلو. وضروري غنضربها واحد التدويشه يعني خفيفه هكا غير من الفوق حيت كي راكم عارفين كيبقى الماسك شاد. وهنا كنابليكي لا كريم ايدغاتونت ديالي ضروري من اي مورا اي روتين ديروا لا كريم ايدغاتونت. ما كايناش اضاءه هنا مزيان. المهم غسلت وجهي درت لا كريم ايدغاتونت وراني عاود تخويت عليا الماء كتعرفوا معلي الماسك القماش هنا كيعمر ليكم هاد الخلفه كتعمر وهنا مورا ودنيكم. عاود ثاني خويت عليا الماء دغيا تشلت. دابا غنرجع هاد الحوايج بلاصتهم. شي حوايج كانوا ديال الصفر وشي حوايج اللي كانوا ديجا مصبنين غنرجعهم صافي. والغدا راه وجد غنمشي نتغدى باش نخرج نمشي نقضي الغرضات وبطبيعه الحال غنديكم معايا. عرفتوا البنات هاد البلاكار راه ما كانش هكا كان مقلوب السفال عليه كتعرفوا مع الصفر جبد 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 جبد. لقيتو حالته ماشي لقيتو انا اللي خليته حالته رجعت كلشي. المهم لي صاك اللي كنت ديت معايا كاسكيت اللي خديت هاد الشابو حتى هو شفتو رجعت كل حاجه بلاصتها اللي تجين حتى هما عاود طويتهم اللي تجين كنديرهم هنا وتما عندي بلاصه ديال التعلاق. صافي وقديت كلشي عاد بديت كنطوي وكنرجع هادو ديال اليوم. مهم تهنيت من هاد البلاصه. هنا الملابس الداخليه والتقاشر وداكشي حتى هما عاود تقاديتهم. علاش قلت لكم راه كنصور لكم غير لقطات راه قديت شحال من حاجه. مهم الحمد لله كل نهار هكا شويه. ها غديوه ديالنا وجدات الشيف عبدو صوف لينا ثاني موخيتو. دابا هذا اول طياب لينا الحوليات صوب لينا اللحم بالبرقوق دغمر الله يعطيك الصحه وصاوب لينا الخبز ديال الدار. هاد الخبزه دايره كبيره مربعه درتيها في بلاصه كبيره ياك. لا ما بغيتش شحال. ماما كي جاك هادشي هادشي زوين الحمد لله. شحال تعطيه النقطه؟ 10 على 10 وقول لي منين لقيناه موجود 10 على 10 قبل ما نذوقو باينه من الشوفه. ايوا الله يعطيك الصحه الله باينه خبيز شوف الخبيز. يلا ندوزو دابا نتغداو جات عندنا ماما.
نتغداو ونرجع لكم. واخيرا خرج عرفتوا ما ساليت ديك الشغل الدار غير بزاف الصاد 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 الموت ديال الصاد كاين اليوم في كازا حسب لي مراكش لي سخونه. ايوا الراجل عاد جا هنقير قلت انا غير تغدا وما فيش لي ياكل قلت لا تتغدي عند تيري صافي خرجت ماما ديت ماما وصلتها هي كان عندها ما يقضي وصلتها ودابا غنمشي نتلاقى مع اميمه مشات عند سفيان سيدينا قلت لكم دابا نشاركوا معاكم حيت بزاف البنات عجبوهم الكسيوات الا لقيتو مدخل بحال هادي فشي لوينات انا ناخذهم وغناخذ واحد الكسيوه ديالي حتى هي كومونديتا اونلاين عنده وصافي عرفتي كي المود ديال الصهد ايوا قلت لكم الشافع بدو عاد جا هنقير عرفتي ملي كيجي هنقير كيبقى لوك 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 دو 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 قلت لي يلاه معايا قال لي لم فيه اللي خرج وصافي خويا جلست ترتاح خلينا نمشي نقضيو الغارات باقا عندي غير اليوم وغدا ان شاء الله صباحا خدامه ايوا صافي فين غاديين معاش غتمشي معاش غتجي قلت لي حنا فين طلعنا خارجين نقضيو غارات ونرجعو بلا ما دير لينا العكوسات دابا هو كيكون بخير صحة سلام حد حداه بخير صحة سلام غير نقول انا خارجه راه غنمشي نقضي شي حاجه ولا غنشوف البنات كيبقى فين غتمشي فين غديري عادي ما تعطليش باينه غتعطلي كيحكم عليا مسبقا المهم الحمد لله هادشي عطى الله كاين مشكل ايوا دابا غنمشي نتلاقى مع اميمه ديال راس بقاتني ولا لقيت شي حاجه ندخل شي حاجه جديده غنشاركها معاكم ونشارك معكم حتى لادغيس بزاف البنات كيسولوني في لي كومونتير وانا كنداتني غير اميمه الله ما عقلت شوف شوف ما بغيتش نخدم لاكلي ما خدمه دابا حيت غدير لكم صداع وانا كنصبر باش ما نديرش لكم صداع كنصبر للصداع باش ما نديرش لكم صداع صافي دابا خدمت كنتمنى كتبدا ديما كتعطي حد الصداع ايوا لا اله الا الله سحب لي غير مراكش لي سخون الساعه تاع كازا وصلت عند سيرينا مود ها هي اميمه انا دايره هي اللي كتوريني قلت لي اميمه اللي وراتني المهم باش نعسكم ونفاس مع جامع طارق ها انتم البرنوصي قولي خصي قول جامع طارق ها هو هذا الجامع ها هو انفاس ماشي هذا الموتور هو انفاس لي واللي كاين سوقنا مداجي راه هو سوقنا مداج انا ما عرفت ولكن كاين اللي غيجي بحال هكا من بعيد صافي اللي معروفه هي جامع طارق ها هي جامع طارق هما انفاس هاهم شفتوا ودابا غندخلو نشوفو شنو عندهم هادي هي الكسيوه اللي عجبتني انا هي هادي هادي هي الكومونديت اونلاين المهم نقيس حيت بعض المرات كتشوفو عجبوني هاد الالوان حيت ملي خارجين هما اللي ان اه وكاين با مال دو شو شوفي بحال هادي اللي لابسه انا اللي وريتكم هاي شوف بحالها ياك بحال هاد اللون تقريبا غير صيفات اللي ماشي بحالها المهم النعت هو هذا هنا حاولت نصور لكم لي زارتيك اللي لقيت عند سيرينا وباش كيعجبوني البنات راه ما اشهار ما والو انا كنمشي نتقدى عندهم كيف ما شفتو كناخذ بياسات اللي قديت عليهم دائما عندهم الجديد كيدخلوا كل مره ما كتلقاش عندهم نفس الحوايج دائما كاينين الجديد كاينين شي حوايج اللي كيتعاودوا مثلا لي فيست ولي دي باردور ولي تيشيرت هذوك دائما كيكونوا اما لي شوميز ولي لي روب دائما كتلقاو جديد هالكسيوات هالصايات هاد دوك السريولات اللي كيكونوا عراضين عندهم الاشكال والالوان هنا كنت كنحاول نصور لكم غير شويه ناخذ لكم لقطات ولكن الا مشيتو بطبيعه الحال كيبان لكم داكشي اكثر واللي عجبني عندهم عندهم واحد لي كيمونو زوينين لي كيمونو كيتلبسوا فوق يعني تلبسوا دي باردور وشي حاجه كيجيو رائعين انا ما عرفتش علاش ما قيستهمش هنا كنت كنوريكم اللوينات ديال الكسيوات في الاخر انتم تشوفوني شنو غنعزل حتى هذه اللي في الزرق صراحه زوينه غير ما زعمتش عليها بزاف المهم عنده لو شوا هادو كلهم لولا يعني تلبسو مبردين شفتوني هاد الكسوه انا من نهار خديتها شحال لبستها يعني وعندي الكساوي ولكن هذه جاتني مريحه البنات ها هما الكسيوات اللي خديت انا خديت في البيض ها هو بغيت نشارك معكم هنايا الالوان اللي فيهم فيهم الموف وفيهم بلو سيال صراحه واقيلا كيبان لي غناخذ هذيك البلو سيال لانني صبنتها حتى هي وصدقات زوينه والثمن ديالها هذيك واقيلا 180 درهم كان رخيص يعني ما غاليش بزاف والثوب ديالها رائع يعني فاش كنقول لكم الثوب راه خيط زوين مكلف بهذا الشيء هذا والمجوهرات زوين اللي بغات شي حاجه مرحبا بها عند زوين وهنا درنا واحد ديديكاس للسي زهير صراحه الدراري اللي عنده والبنات حتى هما اللي عمره دار واحد المحل اللي سبحان الله كلشي فيه مبشور من نهار داتني انا اميمه اللي عرفتني بهم مشات عنده حتى كنزه
تبليس بيهم واللي دائما كنمشي عندهم. وهنا البنات باش نوريكم شنو اختاريت، هاد الكسيوات اللي كتشوفوني دابا هما اللي اختاريت، هذيك الخضره اللي فيها الحامض زوينه منعشه، وهذه اللي فيها الغوز والخضر كتعرفوا هذا اللون راه كيجي رائع خصوصا هكا التصاورات في انستغرام. يعني ما تحكموش على دابا، خاص بطبيعه الحال يكون الشعير مصاوب ويكون شي مكياج زوين شي روج ا ليف هكا يا زوين، كتجي رائعه. ساليت مع عند سفيان وطلعت مع اميمه، قالت لها ماما ها والو طلع معاك ناول كنديرها كسكسو، قلت لها تغديت والله ما فيا اللي ياكل. صافي طلعت لقيت واحد كسكسو الله يعطيها الصحه، قلت لها كسكسو بالجديد رائع يعطيك الصحه خالتي. جلست معاهم شويه تحسيت براسي غيجيني نعس ونقول لهم السلام عليكم. عيطت فيا اميمه بقاي نعسوا شويه وعاد نخرجوا زعما لواتي تمشي للدار ولا نديروا شي قهوه. قلت لها خصني نمشي عبدو محيح وباش نقضي غراضات. دابا ساليت وصلت دابا للصالون، جيت عند وفاء صاحبتي وفاء الصالون، نقولها وفاء الصالون راه معروف حيت صالون وفاء اللي كنت كنمشي عندها شحال هادي البنات في اناسي. الا لقيت الصالون خاوي غنصوب كيف ما قلت لكم غنصوب ضفراني وندير بيديكور على رجلي حالتهم. المهم اللي درتها غنشاركها معكم، ها نتوما مدوزين معايا النهار ديالي. وهنا غتبدا الراحه النفسيه يا اختي، واحد الراحه كنحس بها دابا ما نكذبش عليكم. المهم النرجيلات كيترطبوا، وفاء صالون وفاء يعني واحد صالون اللي هو ديال الاحياء الشعبيه هنا حدانا في اناسي، ولكن الخدمه ما نكذبش عليكم راه يعني 10 ديال سنين كندور ثاني وكنرجع لها. كتفرك الرجيلات كدير واحد بيديكور رائع. المهم الا بغيتو راه نخلي لكم الكونتاكت ديالها، حتى هي عندها قناه ولكن ما كتحطش بزاف بحكم الخدمه وعندها لي كليونت بزاف. صافي درت هاد اللوين في رجلي، خليت لكم غير لقطات، صراحه ما سخيتش، حسيت بواحد الراحه النفسيه كبيره بزاف. هنا كنشارك معكم اللوين اللي درت، نبدلو هكا مره. خرجت من الصالون ما صورت لكم والو لان الدنيا كانت عامره صراحه. وفاء لقيت عندها ثلاثه ديال البيديكور، المهم حنا ثلاثه نشرنا رجلينا وصافي. المهم صوت بيديكور فركت رجلي ويدي، درت هاد لاكولور هكا في يدي ورجلي وصافي. كنت باغا ندير الخيط لوجهي ساعدني عامر، درت معاه حتى الغدا ان شاء الله، ومني كون غادا الخدمه نجي عندها ندير الخيط لوجهي وندير بغوشينغ صافي. هادشي اللي بقى لي حجباني راه مصاوبين، غندير غير الخيط وبغوشينغ حتى الغدا ان شاء الله. هادشي اللي كاين. المهم نمشي للدار ثاني نتلاقى معاكم بسم الله. وعبدو ما نعاودش لكم راه حيح كيعيط لي اليوم قبل ما نمشي خارجه، قلت الصالون عامر كيقنط ملي كيبقى بوحدو امير كيقنط. ايوا حنا نمشيو نشوفوهم الصالون، والله الا عرفت شي عامر كلشي كيقرا نفس القرايه. قلت انا قبل من العيد غيكون الدنيا عامره، مورا العيد نمشي زعما ترونكيل شويه عليا غيكون خاوي، ولكن اليوم الحد البنات كيبغيو يصوبوا هكا. البنات ما بقيت صورت لكم والو، انا رجعت لكم هاد اللقطات غير باش تركزوا معايا. شوفوا لي البنات الكوغميت ديالي ديال رافينيتي، صراحه مشات ليا. هنا البنات كنستاسوني تحت الصالون نيشان ودخلت، هنا كنت خرجت انا هاد الشيء باقا ما ردش لي البال حتى رجعت اللقطات. هنا كنت كنضحك كنشارك معكم، شوفوا البنات ركزوا لي اليد اللي فيها الخاتم الكبير، ما بقاش الكورميت طارت. طاحت لي البنات في الصالون، صراحه كانت وفاء مسكينه خدامه، يعني كانوا عندها ثلاثه ديال البيديكور كيفاش قلت لكم. ملي مشيت للدار كنتفاجئ ان الكورميت ما كيناش. انا شكيت انني ملي كنت كنقيس الكسيوات عند سيرينا، قلت راه وقيله طاحت لي مشدت لي في شي كسوه وصافي. ملي رجعت الفيديوهات قال لي عقلي غير رجعي شوفوا علاش مزيان ان التصوير نفعني. في الاخر البنات لقيت انها مشات لي في الصالون، الصراحه بقات فيا بزاف لان عندي شي 5 سنين دابا كان عبدو يالله بدا البروجي ديالو وجابها ليا، هو فرحان بها عنده واحد الذكريات اللي زوينه. المهم انا ما كنتش غنشارك معكم هذا الشيء، راه مشيت للدار وعاد رجعت عند وفاء وقلبنا مسكينه ما خلات ما دارت وبقى فيها الحال. انا عارفه هي ما عندها حتى شي ذنب يعني طاحت وهزت شي وحده، ولكن قلت نقولها هكا لان البنات في الصالون كانوا يعني اكثريتهم معرفوني. كنقول لهم غورميترا ديالي يعني الا بغيتو ترجعوها ليا كنقول لكم شكرا بزاف. سمحوا لي بزاف اللي شاركت معكم هذا الشيء، واخا بدينا بالطاقه الايجابيه، وكنقول لكم بسلامه ونتلاقاو في فيديو الجاي.